أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل هذه المقولة صحيحة وهي قول بعضهم على المسلم أن يكون بين الخوف والرجاء، وفي حال الصحة يغلب جانب الخوف، وعند الموت والاحتضار يغلب جانب الرجاء؟ نعم، هذا موجود في كلامهم، موجود في كلامهم: في حال الصحة يغلب جانب الخوف حتى لا يأمن من مكر الله، وعند وينشط في العمل، وعند الموت يغلب جانب الرجاء، لأنه ما يستطيع يعمل، هو في حالة ما يستطيع يعمل، فلذلك يغلب جانب الرجاء. وفي الحديث: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. والله جل وعلا يقول: أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. نعم.